انا قلت لها ما تروحيلوش ما تروحيلوش، هي كلمه ورد غضب. استلس ما تصديش مننا ابدا غير ان في فتحه مخصوص لتفريغ بخار الميه وميه تانيه كانوا في اسكندريه والمطيه نزلت عليهم بلا يحمى. يحمى اسمع يحمى، انا ما نزلتش الا لما لقيته طالع. على بقول خالق الناطق عنده نفس النغزات. النغزات علشان المصريين ملوك الحكاوي، اختار اللي يناسبك من انظمه حكاوي السته واتكلم كل يوم براحتك مع حكاوي. حكايتك جيب اخرها ببلاش.